عندك حق تزعل علشانها. الله يرحمها. في الحقيقة رويدة الله يرحمها كانت إنسانة جميلة من جوه من بره، ما تستاهلش اللي حصل لها، بس للأسف مكتوب لها كده. متشكر يا سامي إنك جيت. لا ما تقولش كده، إحنا أصحاب وإخوات. بس أنا كنت عايز أعرف حاجة، أنتوا عرفتوا مين اللي سرب الفيديوهات إياها دي؟ بس أنا رأيي كبر مخك، كبر مخك خالص، كبر مخك خالص. بقى إيه في حياتي؟ إزيك يا نادر؟ إزيك يا مروان؟ اتفضلي. أنا هقوم أعمل حاجة نشربها، تشربي إيه؟ أي حاجة. بقول الناس وهي حزينة بيبقوا دبلانين زي نادر كده، بس أنتي الحزن مع اللون الأسود مخلينك أجمد ما أنتي جامدة أصلي. وأنا بقول تخلي عندك دم وتسكت شوية، أنت المفروض جاي تعزي. طب مش هتيجي يعني نفك النكد اللي احنا فيه ده؟ يعني انا عارف ان انا عاجبك، وانا بصراحه خايف لحسن احبك. ايه مفيش دم؟ طيب انا استاذن بقى يا جماعه. يا ابني استنى اشرب الشاي. لا 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 ملوش لزوم، انا مستعجل، وانت لو احتجت اي حاجه كلمني. شد حيلك حبيبي. ازاي مش مقدره اني ضيعت عمرك تربيتك؟ كنت بحاول اعوضك عن اي شيء. عبير تتفضل. ممكن افهم بقى في ايه؟ هي مقريفه ليه؟ مش حكايه قريفه، البنت المساعده بتاعتها خلعت من غير ما تقول لها وسابتها ليصة. قلتي لي بقى المساعده بتاعتها سابتها ودي قلبتها في كتير؟ لا 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 مش كده، تقريبا طهقت منها وفجأة اختفت بقالها 3 ايام، وصاحبتك من ساعتها تايهة ومزاجها اخر عكنان. طب واحنا ذنبنا ايه؟ والناس دي كلها ذنبها ايه؟ دي بقالها يومين بتشوف ناس ومحدش عاجبها. انا مش فاهم، نستورد لها ممثلين من بره؟ رؤية اجهزي، انت اللي بعدها. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.